يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحما ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن الله أعطاني أو رزقني مالا لفعلت أو لعملت كما لفعلت كما فعل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأبخس المنازل. وعبد رزقه لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول أو هو بنيته يقول: لو أن الله أعطاني مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. الدنيا لأربعة: عبد ربنا اداله المال والعلم، أخذ المال والعلم يتخي المولى جل وعلا في هذا المال، يصرفه في الوجوه الطيبة التي قال عنها رب العزة جل وعلا، يتقي الله في هذا المال لا يصرفه ولا يبذره في أمور لا تليق بل يطيع فيه المولى جل وعلا، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحما، يعرف لله فيه هذا الحق، يخرج الزكاة والصدقات وينظر إلى أقربائه وإلى أهله ويتقي المولى جل وعلا في هذا المال، فهذا بأفضل المنازل عند الله. وآخر رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فيقول: لو أن الله أعطاني المال لعملت بعمل هذا الإنسان التقي الذي تصدق بماله ورعى فيه حقوق ربه، فهو بنيته فيأخذ مثل أجر الأول. والعبد الثالث رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله يصرفه في أمور الحرام وفي أمور نهى عنها رب العزة جل وعلا، لا يخرج زكاة ماله، لا يتقي ربه في هذا المال، لم يراعي حقوق الأقرباء ولا الجيران، يصرفه في أمور فيها لهو للدنيا وليست فيها منفعة للآخرة، لا يتقي ربه، لا يصل فيه رحمه، لا يخرج زكاة ماله، فهذا بأبخس المنازل عند الله. والرابع: عبد رزق لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول: لو أن الله أعطاني مالا لكنت مثل هذا الإنسان أشرب الخمر وأرتكب المعاصي ولا أراعي الحقوق ولا أتقي الله في هذا المال، لو أن الله أعطاني المال لفعلت كذا وكذا وكذا ولم يهمني أحد ولم أنظر إلى إنسان ولا يرتكب به جميع المعاصي، فهو بنيته فوزرهما سواء. من هنا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير وليس هذا إلا للعبد المؤمن، أو ليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن العبد المؤمن أم الأمر الذي يأتيك فيه الخير لك، إن افتقرت فهذا خير لك، وإن اغتنيت فهذا خير لك، ولكن بشرط: إذا اغتنيت تشكر المولى جل وعلا وتؤدي حقوق هذا الغنى، وإن افتقرت تصبر على إرادة الله وتشكر المولى جل وعلا على هذا الأمر. شرط: إن كنت افتقرت تصبر، وإن كنت اغتنيت لا تصر وتؤدي حق الله. إذن من ابتلي بالمال الوفير ليتقي الله في هذا الأمر، من ابتلي بالجاه والسلطان والأولاد وغير ذلك ليتقي الله،
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعون. يبقى قرية آمنة مطمئنة رغد ربنا بيديها من كل مكان. ذلك وأن الله لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى الله لا يغير نعمة أنعمها على عبد. إمتى هيغيرها؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش هياخد منك النعمة دي إلا إذا أنت ما أديتش حقها وما أديتش شكرها عند ربنا وما اتجدش ربنا فيها. ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة. ده ربنا خد الأمر على نفسه حتى يغيروا ما بأنفسه. هنا يأخذ المولى جل وعلا هذه النعمة، إما نعمة الصحة أو المال أو الأولاد أو نعمة الغنى أو نعمة التجارة، أي نعمة ما اتجدش ربنا فيها ربنا أخذ على نفسه العبد. لم يكن مغير النعمة أنعمها على عبد أو على قوم أو على إنسان أو على أي شيء. لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلاص انتهى الأمر. يبقى كلنا نخلي بالنا من هذا الأمر، لأن اللي معاه نعمة يحافظ عليها، اللي ربنا اداله أي نعمة يحافظ عليها. طيب اللي ربنا أخذ منه النعمة، ده ربنا ادالك نعمة عظيمة اتجيت ربنا فيها، ربنا ثبت النعمة دي. طب اداك نعمة عظيمة وانت ما اتجيتش ربنا فيها، ربنا أخذ النعمة دي ليه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. خلاص ده كلام ربنا وعهد ربنا وانتهى من 1400 سنة الكلام ده وأكتر. شكرت ربنا هيزيدك، الجنيه هيبقى 10، الدرهم هيبقى 100، الدولار هيبقى ألاف، ربنا هيديك. ولئن كفرتم بهذه النعم ولم تراعي حق الله فيها وحق عباد الله ربنا هياخدها منك. خلاص يبقى هترجع تاني فقير. معاك كان كنت كذا والنهاردة بديت كذا، كنت فلان باشا والنهاردة ما بديتش، كنت الحاج فلان والنهاردة ما بديتش، كان عنده وعنده وعنده والوقت ما فيش، كنت بصحتي وقوي ما اتجدش ربنا في صحتي ومشيت بصحتي في الحرام وفي الظلم وفي البغي وما رعيتش ربنا بصحتي خد مني صحتي، كنت والآن ما فيش. يبقى هنا كل اللي معاه نعمة يحافظ عليها.